السلام عليكم الإخوان، نهاركم سعيد وكنتمنى تكونوا بخير وعلى خير. إخوان، كيف ما كتلاحظوا معايا، الحمد لله قدرنا نصنعوا هذه الشرابة ديال الحل، يعني معدات مواد أولية بسيطة وقدرنا نرزو هذه الشرابة، يعني غير مكلفة. كتاخد برميل ديال 30 لتر، كتقبو تقب تحت تقب ديال الكوتاكوت، وكدير فيه هذاك هاد الروبيني هذا صغير ديال الكوتاكوت حتى هو، وكتجيب مادري ولا اللي كان عندك عودي، من الاحسن يكون عود غليظ، هذا هو الاهم باش تحفرو. ملي كتحفر كتبدا تنقط فيه، كدير هذاك الروبيني كتفتحو غير كباش يبدا يدير كوتاكوتا. الحمد لله ان الحل مباشره، يعني ماشي بزاف الحل. دابا هذا النهار الاولاني بدا كيكتشف الحل اللي كاين في هذا المقطع، هذا كاين فيه الماء، يعني انا درته البارح وهذا النهار الثاني. دابا الحمد لله كاين الحل كيكتشف هذا المكان هذا وجاليه. المرة تبقى خصك دير واحد كما كتلاحظ، عيب ما تشوطاو الفيران. وتقب هادشي هذا، حفرو وتعطيك شرابة ممتازة للنحل بلا ما يغرق بلا حتى شي مشكل. يلا اخوان، نهاركم مبروك، السلام عليكم.